مساعد حماد. أنا بندر علي نادي عشان نتكلم في جلسة كارديا اللي منعنا المطر منها يومين. ما قدرنا نتكلم فيها. طيب بندر صبحك الله بالخير يا بندر. يا هلا صبح بالخير. كيف أمورك صبيح أربع ساك مرتاح؟ أبشرك يا عيني. الله يزيدك من غنات أبو فزاع معك يا بندر. سم. صباح الخير أبو فيصل. يا صباح النور يا هلا أبو هزاع. شو أخبارك طال عمرك؟ أبشرك كل شيء زين على ما تحب. يا مرحبا بك. يا أول شيء مبارك لك بالدرع. مو الدرع السبعمية. أول السبعمية عفوا. وإن شاء الله الدرع إذا تبون نجيبه ما عنده مشكلة. بس ما إحنا بحاجة الحين. طيب طال عمرك أنا بسألك عن موضوع الجلسة اللي كانت في كارديال وأمس قبل أمس تكلمنا فيها إني قلت راح أفتح الموضوع أو ما سعفنا الوقت نفتح الموضوع. الله يجزاك خير أبو هزاع. البارح تكلمت فيها أنا وزياد. أمام أنا وعبد الرحمن أمام زياد أمس تكلمنا فيها بالليل ما كنت موجود أنت. أي ما والله ما قدرنا نجي. أنت ذكرت يا بندر وقلت الشباب راح يردون عليك بكرة. أنت بالضبط شو عليه أبو هزاع تبي بس. طيب أنا أول شيء المقطع ظهر للناس ما كان كان ظاهر للناس وموجود على اليوتيوب وموجود أصلا على البث. طيب تكلمت أنت وراشد ووائل معكم تناقشتوا في غياب عبد الرحمن عن ثقافة عبد الرحمن أو عن طرح بعض الأسماء اللي موجودة. حلو. طرحكم هذاك هل هو ولا أنت تتكلم عن طرحكم ذا وش كان المقصد من مزح ولا بقولك شيء انتقاد ولا وش؟ أول شيء إحنا لو بننتقد ما انتقدنا قدام العالم أول شيء لأن ما الموضوع راح يوصل عبد الرحمن. ثاني شيء إحنا نجيبه دائما من باب المزح وأنا أصلاً علمت عبد الرحمن بعد الكلام هذا علشان أنا ما أدخل في الغيبة. أنا ما همني أحد همني أنا عشان عبد الرحمن ما يوقف قدامي يوم القيامة يحاسبني على هذا الكلام. هذا اللي صار وحنا من باب المزح حصلا دائما نتكلم في هذه المواضيع وأقولها قدام حتى عبد الرحمن. شوف يا بندر أنا بندر أقول لك شيء. سم. أنت تقول من باب المزح. أي نعم. ودائما تصير وتصيري بس ما تصير على الهواء. لا ما تصير على الهواء دائمي. طيب المزح ذا يا بندر ما هو بجيد. لا بقول لك شيء. بقول لك شيء. لا لحظة أنا لحظة. أسمع لحظة, لحظة أول شيء إذا صارت من باب خبث احيانا تتكلم برفيقك ولا بصاحبك انت وخياك يعني تغتابونه واحيانا طقطق يجي سالف ورا سالف ونجي فلان عادي ولا مني قبل تخوي ترى قلت جبت طريق بالسالفه الفلانيه قلت كيف 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 عادي ما فيها شيء ترى بندر يلا يحفظك اللهم امين. انت تقول ما فيها شيء انا خليني انا خليني مرايتك واعطيك اعطيك وجهه نظري انا وخلي الجمهور ترى ما على فكره انتم فاهمين خطا كلام اليوم ليس مؤتمر الجمهور كلام اليوم كلامنا حنا وتعليقنا على أحداث اليوم يعني حنا ما نشوف الجمهور نستزيد بعض الآراء لكن كلام الجمهور المؤتمر الجمهور. حبيبي أنا أظهر في جلسة ما فيها شخص وأبدأ أسقط إسقاطات وبعدين والشخص مش موجود وأخرج من المجلس لا قلت الكفارة كفارة المجلس ولا قلت يا شباب ترى الرجل غايب أو لو قلت يا شباب نقطع السالفة وأمشي. أنا كمشاهد إيش الانطباع اللي يكون عندي؟ والله اكيد بتكون ردة فعل لكن هذا اللي حصل وانت المسؤول عنه. كان المفترض انك برضو مثل ما صار على الهواء يكون برضو على الهواء لان مهما كان يا بندر احنا في برنامج واقع ومهما كان احنا قاعد نرسل قيم وانت يا ابو فيصل رجل راعي مبادرات وراعي مساهمات فحلو انك تظهر قدام الناس انت وعبد الرحمن وتبينون هالشيء. انا ترى مع انا مدرسة الواقع اللي ايدها نختلف ونتفق على الهواء. على فكرة يا ابو هزاع ترى انت من اول ما قلت لي والله ما كان يعني ما هدا لي بال لين تكلمت أمس قدام زياد وكان كل ظهورك أنت أنا بررت واعتذرت ودائما هذه تصير أخطاء وأنا ما أعتبره مو خطأ. أنا أبين للناس اللي تفهم خطأ أني أنا أغتاب عبد الرحمن وأنا أبين الكلام هذا أنا لأني أنا تسمحت من عبد الرحمن والله شاهد زين أنا أبين للناس علشان ما يتهاوشون ويصير سب بينهم والسبه أنا. حنا حبينا نجيبك إيه؟ عشان تتكلم والناس تسمع كلام بندر وعلي. نعم اللي صار يعني زي ما قلت وانا كلمت عبد الرحمن وامس اعتذرت لعبد الرحمن وعبد الرحمن عنده هذا الموضوع وبينت للجمهور انه ما يتكلمون في هذا الشيء ولا يفتحوا مواضيع حتى يتبينوا. شكرا يا ابو فيصل. وصلت شكرا يا رجل المبادرات الاول عسى الله يوفقك ويسر امرك يا ابو فيصل. الله يعطيكم العافيه. احنا يا ابو هزاع انت وزياد احنا نعتبر انفسنا في سفينه واحده يعني انغرقت احنا كلنا راح جميل سفينه واحده رجينا. اللي بين وائل وبين الشخص المجهول اللي بين وائل الشخص المجهول نتمنى ان ينحل قدام الناس عشان تثبتون للناس ان فعلا سفينه واحده مو نقول شيء ونسوي شيء ثاني. ابو هزاع شوف هذه ابو فيصل هذه ابو فيصل سمي. الناس عاده اذا اختلفت الاقوال مع الافعال تتجه للافعال اما الاقوال ما تتجه لها. الان طيب. تقول سفينه واحده ان شاء الله تكون سفينه واحده صلح الموضوع اللي تكلم فيه وائل. طيب
اللي صار بين وائل وبين رفيقه على ما قال. طيب حتى لو قلنا الاسم اصلا ما هو بزين الطرف الثاني، وانت عارف هذا الشيء ما هو بزين ابدا. احنا نبي نحلها تحل هواء، وان شاء الله ما يصير لك الخير. الله يوفقكم. مجملين ابو فيصل، الله يعطيك العافيه بعد راس.